نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يرى الناس ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة؟ وهل تتعارض رؤية الله تعالى قبل دخول الجنة مع قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الله أما في الجنة؟ رؤية الله للمؤمنين بعد دخولهم الجنة هذه متواترة، وهي من صلب العقيدة، يجب الإيمان بها. أما رؤية الله في عرصات القيامة فهذه محل خلاف بين العلماء، والله أعلم. وأما رؤية الله في الدنيا فهذه لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يرى الله في الدنيا. نعم.